الجميع كان متخوف من الحكم باش من حنا كنا كنقولوا لعل وعسى. اليوم اللي كان بطل هو الحكم ديال الفار الجزائري للاسف، داب كما كنقولوا ما عرفش شنو كان الهدف ديالو، دقه ثلاثه ضربه جزاء شافها غير هو المخرج ديال المقابله، المخرج طريقه باش يعاود الاعاده، كيعاود الاعاده اللي كتبين ان كاينه ضربه جزاء هي ما كايناش. اللاعب ديال الاهلي كان كيستحق بطاقه حمراء، عطاه بطاقه صفراء، فبطبيعه الحال هذا حقنا غندافعوا عليه ما نسكتوش. النتيجه كانت تكون صراحه في صالحنا درجة رياضي، ضيعنا هدف اخر لحظات. هذه الكره كيوقع هذا الشيء، كنقول اللعابه بان عندنا مقابله ديال العوده، مقابله ديال العوده اللي غندافعوا على الحظوظ ديالنا بجميع الوسائل المشروعه، ونتمنى ان شاء الله اننا نتاهلوا ونفرحوا جماهير الرجاويه. حتى شي حاجه ما تحسمات، لعبنا الشوط الاول هزمنا فيه بجوج لواحد، عندنا الشوط الثاني في الديار ديالنا في مدينه الدار البيضاء. كان ناشد، انا كنقولها كان ناشد الجماهير الرجاويه، واننا محتاجين الدعم ديالها تكون معنا في لقاء العوده، وان شاء الله حنا غنكونوا في جنبهم، ونتمنى اننا نتاهلوا باذن الله. نتمنى